السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نحن في الجزء الـ11، حنضبط النتورك وأيضا حننصب بعض الحزم التي تساعدنا في تشغيل الواي فاي والوايرلس إذا كان عندنا مثلا اللابتوب أو أجهزة ديسكتوب عليها وايرلس، فحننزل حزم تساعدنا في هذا الموضوع. أول شيء نكتب هذا الأمر، عفوا، IP لينك زي ما قلنا رقم 2، لاحظ اللي هو ال ENB0S3، طبعا هذا هو معرف الكرت عندي، فاكتب عشان افعل هذا الكرت او اعمل له تفعيل ويشتغل دائما عند تشغيل النظام ما يعمل له اي مشاكل، فاكتب سيستم CTL مسافة، بعدين اكتب enable مسافة، بعدين DHCPCD، بعدين اكتب هذه العلامة. الان اكتب الرقم هذا اللي فوق اللي في رقم 2 اللي هو ال ENB0S3، بعدين نقطة SERVICE. هذا هو الأمر. الآن نضغط على Enter. ممتاز. الآن نصب الحزم اللي قلنا الخاصة بالوايرلس والواي فاي تساعدنا. نكتب باكمان طبعا، بعدين مسافة شرطة S بالكابيتال. عندنا أول حزمة حنكتب اللي هي IW، بعدين WPA، هذه الحزمة. الآن نضغط على Enter. Yes. تم التنصيب. نشوف الحزمة الآن اللي بعدها. الحزمة اللي بعدها هي Wireless Tools. نكتب أيضا Pacman S. وايرلس، بعدين هذا الأمر. الآن نضغط على مفتاح انتر. عفوا، نكتبه بس نرجع هنا في اندرسكور. اوكي، بهذه الطريقة، ثم نضغط على انتر. يس. ايضا في حزمة اللي هي حزمة اكشن دي. اوكي، اسم الحزمة WPA underscore، بعدين اكشن دي. الان اضغط على انتر. يس. طبعا جميع هذه الاوامر موجودة في المدونة في الموضوع. ايضا في حزمة باقية وهي دايلوج. اوكي، هذه الحزمة. الان نضغط على انتر. يس. ممتاز كده. الان انتهينا من النتورك وهو القسم الـ11. الان اقول لكم مع السلامة.